تارك حرب شباب معكم شركيات شركة كياج الكمبيوتر جديد. فشباب بهالفيديو جايبكم شرح هاللغز ماب الزومبي قبل الأخير لقصة الإيثر ماب ألفا أوميجا. بس قبل لا نبدأ بالخطوات في أشياء لازم تطلعها عشان تحل اللغز شرحتها بفيديو تاني. الأشياء هي أنك تفتح الكهرباء والتطوير، تبني التليبوتر وتطلع الروبوت أو الرجل الآلي اللي اسمه آدم. إذا ما بتعرف كيف شيك أول لينك موجود بالوصف أو فوق على اليمين، راح يحولك على الفيديو ويشرح لك كيف تسوي هالأشياء. ويلا خلنا نبدأ بخطوات شرح اللغز ماب ألفا أوميجا. طيب بعد ما فتحت الكهرباء والتطوير خلنا نبدأ بأول خطوة اللي هو خطوة الكود والساعات. أول شيء لازم تسويه إنك تشتري القبضة الكهربائية الموجودة بنص الماب بسعر 5000 تقريبا. بعدين تعال تحت عند البنكر وراح تلاقي تلفزيون شغال وطالع منه مثل تشويش، لازم تقتل زومبي جنبه باستعمال القبضة الكهربائية. عبرجيكم أماكن التلفزيونات كلها، هالمكان الأول والثاني، هون المكان الثالث عن منطقة البيتز، والمكان الرابع عن منطقة داينر، كلهم موجودين عند البنكر. دور على التلفزيون الشغال منهم بكل بساطة. فمثل قلتلكم تجي وتذبح زومبي وبعدين التلفزيون راح يعطيك أكواد، اسمعوها معي. F 0930 F 0930 1015 2 هاي الأكواد اللي عندي انتبه لازم تسجلهم، يختلفوا من جيم لجيم، ولو ما سجلتهم اقتل زومبي مرة ثانية جنب تلفزيون مشوش راح يرجع يعيد الأكواد. وآخر شيء افتح السبتايتل أو الكتابة راح يسهلوا عليك الشغلة. كل كود من الأكواد هو عبارة عن ساعة. خلنا ناخد أول كود اللي هو F0930، سيبك من الحرف شوف الأرقام 0930 يعني الساعة 9:30، 0930 9:30 على قارب. الكود الثاني C1015 يعني الساعة 10:15، شوف بالعقارب كيف 10:15. فبكل بساطة في بيوت حولين الماب، كل برا كل بيت في علبة بريد فيها رقم، فأنا البيت اللي دخلت عليه علبة البريد اللي برا كان عليها حرف الF، فبدخل جوا البيت اللي هو حرف الF، بدور على الساعة اللي جوا البيت وبحط الرقم حسب الكود. اوكي ادري ما فهمتوا شيء، خلنا نشرح شوي شوي. عنا بيوت، عنا 6 بيوت، كل بيت جنبه في علبة صندوق بريد فيها حرف، هذا البيت اي، وفي كل بيت جنبه علبة صندوق بريد، وجوا كل بيت في ساعة. عم ورجيكم اماكنهم كلهم، هذا البيت اي دائما اي ما يتغير، والساعة دائما هون مكانها ما يتغير. طيب خلنا نروح على البيت الثاني بالجهة الثانية، هذه العلبة بريد شوي بعيدة بس الحرف اللي عليها اف دائما اف، وبعدين الساعة موجودة عنا اها هون جوا. باقي عنا 4 بيوت، بيت على اليمين وبيت على اليسار بالنص، هذا البيت سي، فوت على اليمين هون راح تلاقي عندك الساعة موجودة، وعلى الجهة المقابلة راح نلاقي البيت الثاني يلي هو بحرف الدي، جوا البيت راح تلاقي عندك الساعة جدا واضحة هون. اوكي وبعدين عندنا اخر بيتين اللي هم البيوت الاساسية تبع نيوك تاون، البيت اليميني راح تلاقي علبة البريد مكسورة على الارض مثل ما شايفين هون عليها حرف A، وبعدين جوا البيت فوق راح تلاقي عندك الساعة مثل ما شايفين هون، فوت على اليمين موجودة الساعة، والبيت الأخير والحرف الأخير هو البيت المعاكس، البيت الأخضر الحرف تبعه بي كمان علبة البريد مكسورة موجودة على الأرض والساعة موجودة فوق. فكل كود من الكودات البيوت، مثلا الكود عندي F0930، فهذا البيت F راح ادخل على الساعة تبع البيت اللي هو بيت F، احط الساعة على نفس الكود، كم كانت الساعة؟ 0930 يعني 9:30. فبكل بساطة اضل اضغط مربع عند الساعة، اضغط مربع الحين الساعة 9 لتصير الساعة 9:30. هذا البيت C، دخل جوا البيت C، C كان عندي اياه الساعة 10:15، فاضل اضغط مربع بالساعة لحديت ما احط الساعة على 10:15 اللي هي 10:15، ونفس الشيء تروح على البيت اللي بعده البيت D وتحط الساعة تبعه، تروح على البيت اللي بعده وتحط الساعة تبعه، بكل بساطة البيوت كلها تحط الساعات تبعها. طيب عنا بيت بحرف الاي بس ما عنا كود لحرف اي، فشو تسوي؟ بعد ما تحط الساعات كلها تروح على البيت اي، او انت عندك بالجيم يمكن يكون الحرف اللي عندك غير الاي، تروح على البيت يلي الحرف تبعه ما نذكر بالاكواد، تروح على الساعة تبعه وتضغط مربع راح تتغير ساعة لحالها وتتحط لك على وقت معين، تحطت هون عندي كم؟ على 1:30. فالكود شو راح يصير 1:30؟ راح يصير 0:30 1:30. فهذا البيت تروح وتحط الرقم اللي يطلع لك من البيت الاخير اللي ما عندك حرف
عارفة انت تروح تحط الكود تبعه عند الكمبيوترات بالنص. تذكر يمكن الكود الناقص عندك مو ايه يمكن بي سي عادي. اهم شيء انه الكود اللي ما عندك اياه اللي الشاشة ما عطتك اياه هذا الكود الاخير بعد ما تحط الساعات كلها تعال لعنده اضغط مربع واحد راح تتعدل الساعة على كود معين. هذا الكود الاخير تجي تحطه عند الكمبيوترات وتخلص من الخطوة. بس تخلص من الخطوة الاولى تعال على الكمبيوتر اضغط مربع ومجرد ما تضغط مربع راح يطلع لك نوفا 6 او ابو ريحة لونه احمر موجود بالبنكر تحت. راح تلاقي هيك غريب لونه احمر جدا واضح. كل عليك تسويه انك توديه لمنطقة معينة راح تشوفوها حاليا. كيف توديه؟ راح يلحق. بس كل عليك تسويه انك ما تقتله. الزومبي ما راح يهاجموه مو نفس مهمات جوردو كروفي انه قال الزومبي هاجموه لازم تحموه. لا راح يلحقك او يلحق اي واحد من اللاعبين. فبكل بساطة امشي معاه هيك وديه لعند البيت اللي موجود بنص الماب اللي انتم شايفين اسم البيت او اسم المنطقة ترانزيشن فاسيليتي. بس فوتوا جوا البيت راح تلاقيه دخل على شباك الزومبي وهرب وطلع وهيك بنكون خلصنا من الخطوة. طيب الخطوة اللي بعدها لازم نطلع الروبوت آدم. مثل قلت لكم بداية الفيديو سويت شرح كامل كيف تطلعوا أربع أكواد تحطها. وبكل بساطة إذا ما تدري كيف شيك اللينك الموجود بالوصف شرحت بالتفصيل كيف تطلع الروبوت آدم. فالمهم تحط الأكواد الأربعة عشان تطلع الروبوت آدم. ومجرد ما تحطها تروح تحت عند مكان الروبوت وتضغط عليه مربع وتخلي الروبوت يلحقك. بس يصير الروبوت خلاص معاك وشغال وكل شيء تمام امشي لعند منطقة داينر. انت جوا داينر اطلع على الدرج كأنك طالع لبرا وخلي الروبوت يلحق على هالمنطقة. بس يجي الروبوت على هالمكان راح يتكلم مع شخصية مارتن من شخصيات ترانزيت. شخصية مارتن راح يفتح الباب يرمي لك هذا الانبوب الازرق اضغط عليه مربع وخده. بعدين تعال على البيت نفس البيت اللي كان فيه النوفا 6 الاحمر اللي دخل جواته. تعال على البيت هاد اضغط مربع هون وراح تحط هالانبوب ونكون هيك خلصنا من الخطوة. بعدين لتبلش خطوة جديدة تعال على الكمبيوتر اضغط مربع. بهالخطوة خلي التليبوتر بايدك. اذا ما بتعرف كيف تبني التليبوتر شيك اللينك اللي بالوصف شرحت كيف تطلع التليبوتر وتبنيه. المهم لو التليبوتر بايدك كل شيء تمام اول شيء سويه تعال على هالمنطقة بنص الماب في السيرفر هاد او الشباك اللي شايفينه قدامكم هاد لازم ينفتح. كيف ينفتح؟ لازم الزومبي الكهربائي يطلق عليك. فوقف عليه وخلي الزومبي الكهربائي يطلق عليك راح تلاقي فتح وقاعد يطلع منه شرارة. بعدين تأكد انك حاط التليبوتر بهالمنطقة اللي اسمها اب ريزنر هولدرز. حط قطعة التليبوتر الاولى هون. التليبوتر فينك تحطه وين ما بدك على اي قاعدة. فتأكد انه الاول هون والتاني القاعدة التانية جنب السيرفر جنب مكان السيرفر بالضبط. اللي عليك تسويه حاليا بس يكون انشحن بالكهرباء هاد اضغط عليه مربع طلع السيف بايدك وادخل جوا التليبوتر على طول. بس اطلع من التليبوتر امشي هالمكان انا شايفه جدا سريع لو تاخرت ثواني راح تخرب. تعال على هالمنطقه واضغط مربع. ليش تطلع السيف بايدك؟ لانه السيف راح يخليك تمشي اسرع واسرع. بدون السيف راح تضل تعيدها وتعيدها. لو خربت معك وما ضبطها كل عليك تسوي تجيب زومبي كهربائي يطلق عليك بنفس المكان مره ثانيه عشان يشتغل السيرفر وتعيد الخطوه من اول وجديد وتسويها. الخطوة اللي بعدها خطوة اللوحات. نفس بداية أي خطوة تعال على الكمبيوتر اضغط مربع بعدين طور سلاحك بالباكا بانش ليطلع لك عليه تطوير البرين روت او بالعربي اظن اسمه المتحول او المخ العفن شيء من الكلام. هذا التطوير اللي بيخلي زومبي معك. بعدين في ثلاث لوحات جوا البنكر. اللوحه الاولى انتم شايفين مكانها هون طالع منها دخان اخضر بمنطقه البيدز على ما اظن اسمها المنطقه. كل عليك تسويه انك تحول زومبي جنب هاللوحه. فانا ما عندي صاحبي عنده الابجريد فانتم شايفين راح يطلق على الزومبي يحوله. مجرد ما يتحول الزومبي لحاله راح يروح عند اللوحه ويطيحها وينزل كود. بكل بساطة احفظ هالكود. الكود عندي اياه 3102 3102. احفظه بعقلك او اكتبه باي مكان. اللوحة الثانية بالبنكر انتم شايفين هي اللوحة جدا واضحة طالع منها الدخان اخضر عند منطقة لونش. مرة ثانية اطلق على زومبي ثاني حوله. مجرد ما يتحول راح يطيح اللوحة ويطلع ورا اللوحة كود. الكود الثاني عندي اياه 9112. واللوحة الاخيرة عند البيت الاخضر بنيوك تاون مثل ما شايفين هون. تعال لفوق مرة ثانية طخ على زومبي حوله. انا ما عندي صاحبي راح يطلق الحين وتشوفه. مجرد ما يتحول راح يطيح اللوحة الاخيرة وينزل منها الكود الاخير اللي هو 2645. بعد ما يكون عندك الاكواد كلها بكل بساطة تعال عند الكمبيوتر حط الاكواد كلها باي ترتيب. ما تفرق لوحة قبل لوحة لا باي ترتيب حط الاكواد كلها واحد ورا الثاني واضغط انتر. وبكل بساطة هيك بنكون خلصنا من الخطوة.
طيب لتبدأ الخطوة اللي بعدها تعال على الكمبيوتر اضغط مربع، الخطوة اللي بعدها كلها بالبنكر تحت، فراح تنزل على البنكر وفي عندك سويتشات بالأماكن الثانية، سويتش عند لونش، سويتش عن منطقة جنريتر، سويتش عن منطقة ستورج، سويتش عن منطقة بيدز، وسويتش عن منطقة داينر، وآخر سويتش عن سوليتيري. اللي عليك تسويه تروح على السويتشات كلها وتضغط عليها مربع تخلي السويتش نازل لتحت أو الزر نازل لتحت. انتم شايفين سكرت الأول، بعدين هون الثاني كلهم سكر، بعدين الثالث عن منطقة ستورج، تأكد انه كلهم يكونوا تحت قبل لا تسوي شيء اللي بعده، بعدين عن بيتس اضغط عليه مربع لينزل. حاليا متل ما شايفين هل السويتش قبل الاخير عن منطقة داينر نزله لتحت، بعدين عن سوليتيري اضغط عليه مربع ونزله. بعدين لازم تفعل سويتشات بالترتيب اللي شايفينه قدامكم. اول شيء منطقة داينر روح اضغط عليه مربع ارفع السويتش لفوق، بعدين روح على منطقة لونش اضغط عليه مربع ارفعه لفوق، بعدين بيدز اضغط عليه مربع ارفعه لفوق، بعدين ارجع لعند لونش اضغط عليه مربع ونزله، هو الوحيد اللي هتنزله، بعدين روح عند جنريتر اضغط عليه مربع وارفعه لفوق، وبالتالي راح تلاقي الالوان كلها صارت خضراء ورجعت الكهرباء. حاليا بس لتفتح الكهرباء اطلع فوق بالماب عند مكان الكهرباء الاساسي وارجع شغلها من اول جديد، لأن هالخطوة سببت إنه الكهرباء تنطفي بالماب. طيب الخطوة اللي بعدها خطوة التماثيل. أول شيء تعال على الكمبيوتر أضغط مربع وبعدين دور بالماب على تماثيل شكلها نوعا ما غريب طلعت بأماكن جديدة. أنتم شايفين عم بورجيكم بعضها تقريبا هالأماكن عم بورجيكم إياها دائما، هاي الأماكن ما تتغير، ممكن جيمك يكون في أماكن غير. المهم من هالتماثيل هتلاقي واحد منهم طالع من رقبته كهرباء مثل ما شايفين، تعال أضغط عليه مربع لاعب واحد بس، لازم اللاعبين الباقيين بالجيم كلهم يكونوا جنبك، اضغط عليه مربع راح تتسكر الاماكن حواليكم وراح يجيكم زومبي. بكل بساطه قتلوا الزومبي عيشوا وبس تخلصوا راح يختفي التمثال وتنزل منه ايد مقطوعه. اضغط مربع على الايد وخدها. التمثال الثاني اللي كان طالع منه الكهرباء كان عندنا منطقه بالبنكر تحت على منطقه داينر، اضغط عليه مربع وباقي اصحابك يكونوا جنبك، عيشوا مده دقيقه واحده لحد يموت منكم ولا حد يطلع فيكم، تطلعوا بس لو طلعتوا راح تخربوها، فلا حد يطلع من الحواجز الزرقاء، فقتلوا عدد معين وبعدين راح تلاقوا انه نزلت ايد ثانيه هون مو مبينه من كتر الزومبي الميتين، هتلاقي ايد ثانيه اضغط عليها مربع وخذها. بعدين التمثال الاخير اللي كان عندنا هو على هالمنطقه منطقه اب ريزنر هولدرز، اضغط عليه مربع بكل بساطة مرة ثانية راح تتسكر الأماكن ولازم تعدوا دقيقة بس. هالمكان حشرة، هالمكان جدا حشرة، فانتبهوا كنا راح نخسر فيه، فجهزوا السبيشال السيف أي شيء. آخر شيء راح ينزل راس مقطوع مثل ما شايفينه، فبس تجمعوا اليدتين والراس تعال على منطقة الهرم فوق، تعال على التمثال المتقطع هاد وحط فيه كل القطع هاي، راح تلاقي انه شخصية بيتر ماكين من قصة الزومبي راح يتكلم معاك ويقول لك انه هو كان محبوس جوا هالمكان وشي من هالكلام. طيب جبنا جسم بيتر ماكين، الحين بدنا نجيب روحه. فروح بيتر ماكين هي عبارة عن شعاع لونه أزرق أو أورب لونه أزرق اللي راح يكون بأي مكان بالماب، ما له أي مكان، لازم تدور برا الماب على شبابيك الزومبي، دور بكل مكان. أنا بجيمي لقيته بالبيت مثل ما شايفينه هون متخبي ورا شباك الزومبي، على الأكثر راح تلاقوه بأحد بيوت نيوكتاون الأساسية البيت الأخضر أو الأصفر. فمثل ما شايفين لقيت الشعاع هون، لازم تضل ماشي ورا الشعاع، لو بعدت عنه راح يختفي، ولو اختفى لازم ترجع تدور عليه من اول وجديد، راح يكون موجود بشي مكان بالماب. فالشعاع راح يستهبل، الشعاع راح يغثك، راح يمشي لك اماكن حشرات واشياء غبيه، بس لازم تضل ماشي وراه. ما في داعي تقتل زومبي، زومبي ما راح يهاجموه او شيء، بس لازم تضل ماشي معاه ولازم تحمي نفسك انك ما تموت من الزومبي. فالشعاع اخر شيء راح يودي حاله لجسم بيتر ماكين اللي ركبته، وهيك بنكون خلصنا من الخطوه. حاليا البوس فايت، تعال على الكمبيوتر اضغط عليه مربع لاخر مره وبعدين انزل لمنطقه الهرم تحت على منطقه اي بي دي كنترول. بهديك المنطقة لازم اللاعبين كلهم يضغطوا مربع على الكمبيوتر اللي على يسار الهرم، راح تشوفوه قدامكم حاليا او على يمين الهرم حسب انت من وين جاي. فتعال هون كل اللاعبين يضغطوا مربع على هالمنطقة، مجرد ما تضغط مربع راح تتسكر الابواب حوالين الهرم وراح يتحولوا الزومبي الى مانيكان او تماثيل. فعليكم تسووه انكم تقتلوهم، راح تعبوا ارواح اللي حوالين الهرم، نفس خطوة حل لغزمون انك تعبي ارواح للهرم، هون نفس الشيء بس مو زومبي، راح تلاقي تماثيل.
اقتل عدد معين، بعدين رح تلاقي انه فجأة وقفوا ورح ينفتح لك الباب اللي بالهرم ورح يطلع لنا حبيبنا الافاجادرو او الزومبي الكهربائي من ماب ترانزيت، رح يكون هو البوس فايتون. طبعا من ناحية القصة انه هاي مجموعة بروكن ارو هم مصممينها، ولو قتلناه رح يعطونا الشيء اللي نبيه او لو قدرنا نعديه. فبكل بساطة هو البوس فايت اللي رح يصير حاليا، رح يعدوا من 10 للواحد ورح يصير انفجار نووي برا الماب، بس نحن تحت البنكر ما راح يصير لنا اي شيء. المهم راح تنفتح الابواب بالبنكر، بعدين لفلفوا بالبنكر ودوروا على احد العلب او الانابيب اللي طالع منها دخان ازرق. بكل بساطه روحوا، راح يكون شكلها مثل ما شايفين قدامكم هيك، روحوا عندها وقتلوا زومبي لازم تعبوها ارواح. راح يجي الافوكادو يحاول يوقفكم، فانتبهوا الافوكادو يعطيكم ضربه تنقص الهيلث 150. فالمهم مجرد ما تخلصوا راشمور راح يحكي لكم كفو خلصتوا الاولى، وراح يعطوكم ماكس امو. مجرد ما يطلع الماكس امو اطلعوا من هالمكان، لانه الكهربائي راح يسكر المنطقة كلها بالكهرباء ولو ضليت فيها راح تموت. فأول ما تشوف الماكس آمو شخصية راشمور يحكي انه انكم خلصتوا خلاص اطلع. المهم دورنا بالمنكر ولقينا الانبوب الثاني كان بهالمكان بمنطقة داينر، ما صورته كان بالزاوية. فالمهم هو بهالمكان، انتوا روحوا تختخوا بكل مكان بالماب لحديث ما تشوفوا انه في ارواح قاعدة تتاخد. خلصنا من المكان الثاني واخذنا الماكس امو وطلعنا من المنطقة على طول قبل لنموت. بعدين لقينا الانبوب الثالث بمنطقة لونش مثل ما شايفينه هون، تعالوا عنده قتلوا زومبي. ومثل ما قلت لكم انتبهوا من الزومبي الكهربائي، لانه لو اعطاكم ضربة رح ينقص الهيلث 150، يعني كمان ضربة وبتموتوا. فتعالوا لهون عبوا عدد ارواح معين، عادي تطلعوا لو بدكم، عادي تطلعوا وترجعوا ما في اي مشكلة، والزومبي الكهربائي رح يلحقكم وين ما رحتوا، ما رح يكون والله واقف عن اماكن العلب هاي. فالمهم هم عبينا ارواح، اخذنا ماكس امو، بعد كل خطوة رح يجينا ماكس امو، وبعدين على طول طلعنا من المنطقة، لانه لو ضلينا كلنا رح نموت جيم اوفر. انتبهوا مجرد ما تشوفوا الماكس امو اطلعوا. بعدين الانبوب الاخير ورا الباك بانش بالضبط، تعالوا هون قتلوا عنده عدد معين لحديت ما تشوفوا طلع لكم ماكس امو، خدوه واطلعوا من المنطقة. وبعد هيك بعد ما خلصتوا الاربع انابيب كلها روحوا عن منطقة الهرم، راح يمشي وراكم الوحش الكهربائي الافوكادو راح يلحقكم. بس يلحقكم عند الهرم لازم تدزوه او تدفشوه على باب الهرم. كيف فيكم تدفشوه؟ بالريجن او بالنكل الكهربائي او بالسبيشاليست. انا قاعد اسوي شيء غلط حاليا، قاعد ادفشه وراحت على الفاضي، لا تدمجه، مهما دمجته ما راح يموت، لازم تدفشه باتجاه باب الهرم. فمثل ما شايفين هلا عم ادفشه بالسيف الكهربائي، عم ضل ادفشه لحديت ما اجى عند باب الهرم. مجرد ما اجى عند باب الهرم راح يسحب الهرم وخلص يكون كله تمام. بس عشان تقدر انك تدزه او تدفشه لازم تطيحه اول شيء، طخ عليه شوي راح ينحني مثل ما شفتوا من شوي، بعدين ادفشه بالسبيشال او بالنكل الكهربائي او بالريجن، كل اسلحه فينا تدفشه او بالار بي جي حتى. بعدين تعال هون اضغط مربع على البلوره الزرقاء وهيك بنكون خلصنا من اللغز. يا شباب هذا الفيديو اتمنى يكون عجبكم، اتمنى من هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، شكرا بالتعليقات ارائكم، واذا كنتوا تشوفوا رده فعلي شيكوا اول لينك موجود بالوصف او بنهايه الفيديو راح احط صوره، شوفوا رده فعلي على الكاتسين مترجم للعربي. وبس كان معكم شركي يا بشركة كيشكم ديها التاني إن شاء الله، مع السلامة.